للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات نجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضر العجين المكسر او لاباط بغيزي اللي كتجي رائعة وبطريقة جد سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والان خليكم مع الطريقة ديال بالنسبة للمقادير كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض مغربل، كنحتاجو ايضا 150 غرام ديال الزبدة طرية، عندنا هنايا جوج ديال الصفار ديال البيض، عندي 50 غرام ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، ونصف كاس ديال الماء بارد، كاس ديال العنبه. هادو هما المقادير، والان خليكم مع الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه كنضيفو الدقيق، كنزيدو الزبده، سكر كلاصي، كنعملو واحد شويه ديال الملحه. الان كنرجع نخلط كل شيء مزيان، ولكن غير بالاصابع، يعني ما كنعجنوش، كنخلطو غير الزبده مع الدقيق مزيان على هذا الشكل هذا كيف كتشوف. كيف كتشوفوا معايا كنخلطوا الدقيق مع الزبده غير بالاصابع، يعني غير بهذه الطريقه هذه، ما كنعجنوش العجين ديالنا. ملي كيتخلطنا الدقيق مع الزبده مزيان، الان كنضيف الصفار ديال البيض، وكنضيفو شويه ديال الماء، وكنرجع نخلط كلشي مزيان، يعني كنحاولوا غير نجمعوا العجين بهذه الطريقه هذه. الان كيف شفتوا معايا من بعد ما جمعت العجين ديالي، كيف لاحظتوا معايا بان العجين ما كنعجنوش غير كنجمعو، الان كناخذو بلاستيك الغذائي وكنلويو العجين ديالنا في البلاستيك الغذائي، وكنعملو في الثلاجة واحد المدة على الاقل واحد نص ساعة المكانة حتى ساعة المكانة عاد كنخدمو بيها. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خليت العجينة تبرد في الثلاجة واحد المدة 30 دقيقة كنخرجوها من الثلاجة. قبل ما نطلقوا العجين ديالنا، يعني كنحتاج بالنسبه لي انا نحتاج هذا القالب، هذا انا عندي هذا القالب هذا ديال الزاج، دهنته بشويه ديال الزبده والدقيق، رشيته بالدقيق على هذا الشكل هذا كنحتفظ به. ايضا كلكم تعملوا اي قوالب اللي نتوما بغيتوا، كاين هذا النوع ديال القوالب هذو صغار، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. الان غنطلقوا العجين، كنرش شويه ديال الدقيق في الطبله، الان كنطلق العجين، كنطلقو مزيان رقيق، كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طلقت العجين مزيان. بالنسبه للعجين ضروري خصو يكون عندكم العجين بارد بزاف باش كتجي العمليه كتجي سهله. الان هنلوي العجين على المدلك على هذا الشكل هذا، وكناخذ الليمون ديالي وكنفرش عليه العجين، كنحاول انني نلبسه مزيان. كنحاول نتخلص من الزياده اللي عندي، الان كنحاول نعطيه الشكل ديال القالب. الان بعد ما سلينا كناخذوا الفرشيط وكنحاولوا اننا نثقبوا العجين مزيان، بالنسبه للعجين اللي سبقنا وقطعناه يعني ما كنعجنوش، مجرد اننا كنجمعوا العجين
وكنرجعوا نطلقوه، يعني ما كنعجنوش. هنا من بعد ما طلقت العجين، انا هنايا نعملو في هاد الليمون هادو الصغار، كناخدو القطعة اللي كتكون زايدة على الليمون اللي غنستعملو. الان كنقطعو العجين، كناخدو ليمون وكنحاولو اننا نعملو في وسط العجين على هاد الشكل هذا، وكنضغطو عليه مزيان، يعني كنعملو نفس العملية اللي عملنا المرة الاولى. الان كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما كملت العجين في القوالب، ايضا في القوالب صغارين، قبتهم بالفرشيط بحال اللي عملت في القالب الكبير. والان مباشره كندخلوهم للفران على درجه الحراره 180 درجه لمده ديال الطياب تقريبا 10 دقائق. وبالنسبه للطياب ما كنخليهمش يتحمروا بزاف. كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما طابوا من الفران كنخرجوهم، كنخليهم حتى كيبردوا مزيان، من بعد كنقوموا بالتزيين ديالهم. كيجيو على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، والان خليكم على خير، والسلام عليكم.